والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة اللي موجودين معنا بالكنيسة المباركة ويلي عم بتشوفونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم كله سوا، تحية لإلكن بالرب يسوع بهالنهار المبارك. من خلال الإنجيل يلي سمعناه اليوم، من هو السؤال يلي بينطرح؟ مين هو يلي جاي من فوق؟ ويلي الكلام يلي بيحكيه هو كلام السماء. ومين هو يلي جاي من الأرض؟ والكلام يلي بيحكيه هو كلام أرضي. حتى نوصل بالنهاية، من يؤمن بالابن ينال الحياة الأبدية، ومن لا يطيع لن يرى حياة أبدية بل غضب الله. هالكلام هيدا بيلخص إذا بدكن مخطط الله الخلاصي كله سوا بحياتنا. من آدم إلى المسيح، من الولادة الأولى يلي هي منسميها نحن الولادة الآدمية أو الولادة الأرضية، إلى الولادة الجديدة مع يسوع المسيح. يلي بيحكي عنا يسوع المسيح مع نيقوديموس، ومنرجع منشوف إنه مربولوس كمان بيرجع بيحكي عنا. الولادة الأولى هي الولادة يلي نحن منسميها ولادة الآدمية، يلي كل الناس بيولدوا فيها، إنه نحن بشر، نحن من سلالة آدم. وكون الإنسان بيولد من سلالة آدم، هالإنسان هيدا بيكون موصوم بالخطية يلي نحن منسميها الخطية الأصلية. أما الولادة الثانية اللي عم يحكي منها يسوع المسيح، يلي هي الولادة من فوق، هي الولادة ولادة العماد أو ولادة المعمودية. وهون في مفهومين كانوا موجودين على أيام الرب يسوع. المفهوم الأول يلي هو المفهوم اليهودي، كيف كانوا اليهود بدهم يفهموا إنه نحن مع يسوع المسيح قد خلصنا ونقلنا من حالة العبودية يلي هي عبودية الخطية، يلي هي عبودية الموت، ونقلنا إلى الحياة الجديدة يلي نحن إلنا حق إنه نصلي لبين السماوي ونقول له أبانا الذي في السماوات، وقد ردنا إلى نفس المكان يلي نحن كنا موجودين فيها. فإذا الإنسان كان مخلوق على صورة الله ومثاله، ولما منقول مخلوق على صورة الله ومثاله يعني في عنده عدة ميزات، في عنده العقل إنه يفكر، إنه يتواصل مع الله ويتواصل مع الإنسان، في عنده القلب إنه يحب الله وإنه يحب الإنسان، وفي عنده الحلم يلي هو حلم الله يلي تجسد فيه لهالإنسان وطلب من الإنسان إنه يكفي الحلم. إنا منشوف هالميزات الثلاثة يلي ربنا عطاياها للإنسان، يلي هو العقل تيتواصل مع الله ويتواصل مع الآخر، رفض التواصل مع الآخر ورفض التواصل مع الله. مشان هيك منشوف الخلاف يلي صار بين آدم وحواء من بعد الخطية، وكل واحد زت اللوم على الثاني. حواء قالت له هو الحي، قالت له لالله هي، وهي وآدم قال له هي. فإذا منشوف هاللوم يلي انكب، عفواً، لما ربنا سأله لآدم كيف أكلت التفاحة قال له أنا ما خصني، المرأة لما سأله للمرأة قالت له أنا ما خصني الحية. هالتواصل يلي كان موجود انقطع، وانقطع التواصل مع الله. كذلك الأمر الحب يلي ربنا هو فايض من الحب، خلق الإنسان إنه يحب، منشوف إنه الإنسان حب ذاته وقرر إنه يكون هو إله. والشغلة الثالثة الحلم، بدون ما يكون الإنسان عم بينفذ حلم الله بحياته صار هو عم بينفذ على حلمه، صار عم يحلم إنه هو يكون إله. مشان هيك هيدي هي الولادة اللي نحن منسميها الولادة الأرضية، هيدي هي
إذا بدكم الخطية الأصلية يلي بيحملها الإنسان معه، يلي بيولد فيها كل إنسان، خطية آدم وحواء، لأنه نحن مولودين بشريين أرضيين. حتى تيجي الولادة الثانية، الولادة الثانية مع يسوع المسيح. كيف يسوع المسيح بده يفهم الولادة الثانية؟ إنه نحن صفينا أبناء للآب بالتبني. كلمة تبني يعني في الصورة الأصلية يلي هو يسوع، وفي الشبه يلي هو نحن. نحن يسوع هو ابن الله المولود من الأزل، أما نحن صفينا أبناء الله بالتبني. كيف نحن بدنا نفهم كلمة أبناء الله بالتبني؟ وكان في مشكلة موجودة عند اليهود، إنه عند اليهود ما في شيء اسمه تبني. التبني كان ممنوع، مشان هيك كانت المرة لما يموت جوزها وإذا ما في عندها ولد كانت تتجوز خيه حتى تجيب ولد، والولد يلي بتجيبه كان يسجل على اسم الأول حتى يورد. فإذا ما كان في عندهم تبني، مشان هيك يسوع المسيح لما تلاقى معه لنيقوديموس، نيقوديموس يلي هو إنسان يهودي، فإذا بده يشرح له أنه في حياة جديدة أنت بدك تعيشها، والحياة الجديدة هي بالمعمودية يلي بتجعل منك أنت ابن الله. حكي عن المعمودية وقال له عن الولادة من فوق. هالولادة من فوق يلي هي بتجعل من الإنسان أنه يشبه يسوع المسيح، يلي إجا وصحح الصورة يلي كان الإنسان خاطي فيها ورد الإنسان لنفس المكانة. مشان هيك في ولادة تاني. هالولادة الثانية هي الولادة من فوق يلي عم يحكي عنها يسوع المسيح. مشان هيك يسوع عم بيقول هو من فوق، أما الأشخاص الأرضيين يتكلمون لغة الأرض، أما الأشخاص المولودين من فوق يعني المعمدين، هودي الأشخاص اللي بيحكوا لغة السماء، لأنه هالأشخاص هودي بيشبهوه. أما عند الوثنيين ما كان في مشكلة، ما كان في مشكلة للتبني، كان الوثني بيقدر إنه يتبنى. مشان هيك القديس بولس لما حكي استعمل كلمة تبني، إنما بإنجيل يوحنا بالفصل الثالث بلقائه مع نيقوديموس المسيح ما استعمل كلمة تبني، المسيح حكي عن الولادة من فوق. فالولادة من فوق بالنسبة لليهود والتبني بالنسبة للوثنيين هي ذاتها. فإذا نحن بولادتنا من فوق نحن صفينا أبناء للآب السماوي بالتبني. نحن منا الصورة الأساس، نحن الشبه يلي الصورة الأساس من هو يسوع، مش هيك؟ نحن الشبه ليسوع المسيح، نحن خلصنا بواسطة يسوع المسيح، مشان هيك نحن أبناء للآب بالتبني، ونحن بعلاقة أو بولادة جديدة، هالولادة الجديدة هي من فوق. فإذا هيدا هو المنطق يلي عم يحكي عنه يسوع المسيح، يلي عم بيقول من يؤمن بالابن ينال الحياة الأبدية. فإذا ما في خلاص بدون يسوع المسيح. أنت يا هالإنسان إذا أنت بدك توصل للحياة الأبدية في عندك الحقيقة. من هي الحقيقة؟ الطريق. من هو الطريق؟ الحياة. من هو الحياة؟ يلي أعلن عن حاله يسوع، قال أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة. وكل شيء منحط له ألف لام معناته هو الكمال. يعني لما ما قال يسوع أنا طريق بوصل للحياة، قال أنا الطريق، يعني ما في طريق غيري. ما قال أنا حياة، قال أنا الحياة. ما قال أنا حق، قال أنا الحق. فإذا أنا كمال الحق وأنا كمال الطريق وأنا كمال الحياة. ما حدا بيقدر يوصل لهالشغلات الثلاثة إلا إذا مرق فيه. مشان هيك فإذا يسوع المسيح عم بيشدد على هالنقطة هاي. نحن الأشخاص المولودين، بلخص، نحن لأنه الموضوع شوي صعب، نحن الأشخاص المولودين، الولادة البشرية، الولادة الآدمية، يلي تفكيرنا أرضي، يلي تفكيرنا بشري، في عنا ولادة جديدة، هالولادة الجديدة هي من فوق، يلي حكي عنا القديس بولس وقال إن بنسميها التبني، وحكي عنا يسوع المسيح مع نيقوديموس وقال له هالولادة هيدي هي ولادة من فوق. فإذا بهالولادتين الإنسان
بيوصل ليسوع المسيح في بهالولادة الثانية، صار هو ابن الآب بالتبني، نال الخلاص بواسطة يسوع المسيح يلي هو الطريق ويلي هو الحق ويلي هو الحياة، وما في خلاص بدونه. هيدا الملخص لكل الشغلات يلي بدنا نقولها. حتى أنهي أنا وياكم، خبركم خبرية. تعبتوا؟ ماشي الحال؟ أوكي. بخبروا عن هوني رسام. تعرفوا الرسام بيكون خلاق. فهالرسام هيدا شو بده يعمل؟ بده يرسم صورة. بيسهر عليها كل الليل لصورة تيرسمها. ومن بعد ما يرسم هالصورة بيقول لها: يا هالصورة حبيتك مرتين. حبيتك أول مرة لما كنت بفكري، وحبيتك تاني مرة لما جسدت فكري بالأرض بالواقع بالحقيقة. اطلع على الفنان بالصورة تبعيته وحبها كتير ونام وعم يحلم بهالصورة. وعي الصبح شاف إنه الحرامية فاتوا وسرقوا هالصورة. صار مثل الضايع وراح بده ينبش عليها لهالصورة، وبيروح بيروح على السوق وبيصير ينبش، بيلاقي بمحل بيبيعوا صور قديمة، بيطلع بيلاقي الصورة تبعيته يلي هو رسمها، بس هالصورة هيدي مخزوقة. بيقول له للبياع: قديش حقها هالصورة؟ بيقول له: حقها $1,000. بيدفع حق الصورة $1,000 وبيجي على البيت وبيصلحها. ومن بعد ما يصلح الصورة بيقول له: يا هالصورة حبيتك 4 مرات. حبيتك أول مرة لما كنتي بفكري، حبيتك تاني مرة لما تجسدتي وصرتي حقيقة، حبيتك تالت مرة لما اشتريتك من بعد ما اجى الحرامي وسرقك، وحبيتك رابع مرة لما رديتك لنفس المكان اللي عندك انت موجودة فيها. وهي هي حياتنا مع الله. الله حبنا 4 مرات. حبنا أول مرة لما كنا بفكره، من بعد ما خلق كل شيء ورأى الله أن ما خلقه جميل. إنما لمن خلق الإنسان لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا، وقال الله إنما خلقه جميل جدا. إذا منشوفها بالعهد القديم، ما خلقه جميل، بس من بعد ما خلق الإنسان ورأى الله أن ما خلقه جميل جدا. ليش؟ لأنه ما بيشبه بقية الناس. فإذا حبك يا هالإنسان لما كنت بفكره، حبك تاني مرة لما كنت أنت صرت حقيقة وخلقك على صورتك وعلى على صورته وعلى مثاله. إجا الشر وسرقك يا هالإنسان، مشان هيك كان لابد من تجسد يسوع المسيح يلي إجا واشتراك، دفع حقك دم ومات وموت على الصليب حتى يعطيك الحياة الأبدية، رجع ردك لنفس المكانة يلي أنت موجود فيها. هل قدي نحن مهمين بنظر الله؟ إذا هل قدي نحن مهمين بنظر الله، مش لازم يكون مش مهمين بنظر حالنا، ومش لازم يكون مش مهمين بنظر الآخرين. مشان هيك خلينا نرجع للحالة يلي ربنا عطانا إياها، العقل إنه نحب الله ونحب الآخر، والقلب عفوا العقل نتعاطى مع الله ونتعاطى مع الآخر، القلب نحب الله ونحب الآخر، والحلم نرجع نحقق حلم الله بحياتنا. إلو المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد